الله إليكم. تقول في سؤال آخر: إذا توضأ الإنسان للصلاة وصلى، ثم بعد فترة أحدث، فهل يجب عليه البدء في وضوئه للصلاة التي تليها، وذلك بغسل عورته، أم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق دون غسل العورة؟ إذا كان خرج منه شيء من السبيلين غير الريح كالبول والغائط فإنه يجب عليه الاستنجاء قبل الوضوء، يجب عليه الاستنجاء قبل الوضوء. وأما الريح فليس لها استنجاء. وأما إذا لم يكن خرج منه شيء أصلا فإنه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، لأن الوضوء هو غسل الأعضاء المشروع غسلها، وأما الاستنجاء فإنما يفعل عند ما يخرج من الإنسان شيء غير الريح. نعم.